cette agence vraiment très très bien organisée, le voyage هايل ملي وصلنا هما لهين بينا المطوفين هايلين برشا لوتيل هايل الحقيقه كل شيء منظم مارينا كان الباهي من عندكم انتوما ان شاء الله ديما نرجعوا معاكم على خاطر نصلي على النبي اللهم صلي على النبي تعدينا العمره هايله برشا ان شاء الله نكملوا في المدينه يا ربي اما يعطيهم الصحه فريمون يعطيهم الصحه انا هذاك انا شفتهم ديجا في اليوتيوب وهكاك قيدت روحي وفي جمعه الحق كل شيء تعدى كل شيء ما كنتش في جمعه كل شيء مسهل يرحم والديكم ليبرتا هايله برشا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احنا جينا العمره مع ليبرتا الحمد لله قصدنا ربي للمدينه اول حاجه كانت رائعه الرحله بصراحه من تونس تواجينا للمكة وتعداوا ايامات حلوين ما شاء الله حلوه برشا انا جيت قبل كنت انا مقيمه في كندا وجيت السنه اللي تعديت عملت عمره من كندا جينا طول على مشينا لاسطنبول ومن بعد جينا لهنا وسنة قررت مع عائلتي بنحمد كلهم جينا من تونس روعة بصراحة الحمد لله تمت مع ليبرتا بصراحة حلوة برشا كانت العائلة في تونس هي اللي عملوا شجعونا وعملوا معنا البرنامج الكل مع ليبرتا ودفعهم الأوراق والكل بصراحة الحمد لله روعة وإن شاء الله ربي يتقبل وربي يجازيكم خير وواصلوا ما شاء الله حلوة برشا الرحلة معاكم والمناسك والزيارات والكل تمام بحاولوا معناها موفق بالقدية الحمد لله شوية نظام بركة من المعتمرين لو كن هما يعني هكا يقدروا واحهم شوية تكون رائعة إن شاء الله خير ربي يجازيكم كل خير ربي يتقبل من الجميع ربي يكتبنا العودة إن شاء الله معاكم وجزاكم الله كل خير شكري لكل المرافقين واللي قاموا بالواجب وثم شكون قام اكثر بالواجب من بينهم المرافق الاخ رياض العلوي حقيقه في ثم حاجه شدت في نفسي معناها نهار جمعه هزني انا وهز امراه معايا وقعد ما صلاش الجمعه سي رياض قعد ما صلاش الجمعه قعدنا خاطر قعدنا برشا في السبيطار لاخر وقت معناها قال لي يا عابد امشي خوذ انت ما تفلتش صلاتك هزني اختي التاكسي وقعد هو ما صلاش الجمعه وقعد مع المراه حتى لاخر وقت. تم كل شيء بخير والحمد لله احنا جينا مع ليبرتا فواياج انا كنت نتبع فيها في قناه الزيتونه وشجعوني برشا معتمرين نسمع في تعليقاتهم نتبع فيهم ونسمع في تعليقاتهم دونك ذاك اللي خليني عائلتي جيت من كندا وأصريت عليهم باش نمشيو مع ليبرتا فواياج كانوا في المستوى وبارك الله فيهم قاموا بالواجب الكل مع المعتمرين وما عندي حتى تعليق يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وسي وسام بن عامر يعطيه الصحة تقابلنا معاه هنا وكان ديما محاضينا وديما يسأل شنو ناقصكم وشنو تحبوا كل شيء تعدى بخير والحمد لله وشكرا للجميع وربي يتقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر ياسر الإطار خاصة الإطار اللي عندك وصلي على النبي هني وزوجتي توفات وقاموا بجميع الإجراءات كي سي هشام سي رضا هز أمينة مع الوليد الصغير زاد هزنا معاه ليلتين المستوصف وفي الليلة الأخرانية كم الليلة نهار الثلاثة اللي فات ماتت في المستشفى الأنصار وزاد وقت اللي جيت لهنا تليفونات لسي أنيس أحاطوا بيا نفسيا الحمد لله بارك الله فيهم الإطار عندك يشرف وبحول الله راك من أحسن إلى أحسن الحمد لله وبحول الله راني ما نزورش في العمر مرة جاية كان على طريق ليبرتا والحمد لله رب العالمين وشكرا وبارك الله فيكم.
للمصداقية والمهنية عنوان واحد. ليبرتا للأسفار والسياحة أول مزود للعمرة في تونس. توفر رحلات مباشرة من تونس المستير صفاقس وجربة. للحجز 71 90 56 56 أو زوروا موقعنا www.libertavoyage.com. ليبرتا حجاجنا معتمرين في مم عينينا.